احنا بقى الديورامتر ايه؟ تمام، دي الديورامتر ماشي، بتعمل كام فولد؟ 3. انا مش قادر اعلي اكتر من كده، لسه واخده ضربه ستريبس. مين اللي شافني وانا ادي الديورامتر؟ ممكن تقفله لو حد ممكن يقفل الصوت بتاع الشفاط وبعدين يفتحه تاني. ديورامتر تعمل 3 فولد، اللي في النص ده اللي لينجيتودينال، ده اسمه الايه؟ الفالكس سيربلي. واللي جاي هنا اللي ماسك في العظمه ايه اسمه؟ الايه؟ تنتوريوم سيربلي. طيب في من تحت مين اللي بيبقى ماسك فيه البيتيوتري جلاند؟ اهي البيتيوتري جلاند اهي، البيتيوتري جلاند اهي اللي عامله زي حاجه كده. الفولد اللي هنا ماسكها اسمه ايه؟ دايفراجما سيلار. دايفراجما سيلار. طيب لما امسك كده البرين اهو، ما تخافش زعلان ليه؟ طيب هتقطع عينة تانية غير تنضف ولا ما فيش؟ وما يقدرش على الحمار تتهرج ولا ياخدوا مخنا كلها بقت غنية مرة واحدة. ابص اللي انا فصلته ده اهو، الفولد ده اللي هو مين المفروض التنتوريوم سيربيلي اللي ماسك في العظم. طيب البرين اهو في الدورسال، طبعا دول سيريبرال سفير، ودول ايه؟ دول سيريبيلر، واللي في النص مين؟ الفيرمس سيربيلي، ودي اللي مطلعه برنجاتا. تمام، بشوف مين هنا ده؟ الساكشن الاكتر الانتيريور بول بتوع البرين اللي قدام دول. تمام كده، بول 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 بي تقيله او ال اي قطب يعني ماشي. الدولات اللي ايه؟ الاولفاكتوري ايه؟ بالب. ايه اللي انا بشوفه في الدورسال اسبكت؟ بشوف الكوربورا كوادريجيمت. بشوف ايه؟ كوربورا كوادريجيمت. هم 4، 2 الكبار هم الروسترال كولكيولاي، والاثنين الصغيرين هم مين؟ دكتور كولكيولاي اللي بيطلع من عندهم الايه؟ تراي تروكيولار نيرف. تروكيولار ايه؟ نيرف. اثنين كبار واثنين صغيرين. فاكتوري بالب تنزل بايه؟ بالفاكتوري تراكت. الفاكتوري تراكت تتقسم لميديال ولاترال. الفاكتوري تراكت ميديال لجوه ولاترال ايه؟ لجوه. يبقى الفاكتوري بالب واللي في النص الفاكتوري تراك بتتقسم للاترال وميديال الفاكتوري تراك. ما بين الفاكتوري تراك والتيشو بتاع البرين في السالكس او اللي هو الراينس، بيسموه ايه؟ لاترال ايه؟ راينس، اللي هو الجنب ده ماشي. وفي ميديال برضه خلاص، بس اللاترال هو اللي بيبقى ايه؟ اوضح. جيب ابره وحطه فين؟ ما بين اللاترال الفاكتوري تراك وما بين التيشو بتاع البرين. طيب هو نازل ايه؟ عامل شمانيه كده، يحيط مثلث. المثلث ده اسمه ايه؟ اولفاكتوري روسترال اولفاكتوري ترايجون ماشي كده؟ روسترال اولفاكتوري ايه؟ دكتور معلش ممكن تورينا او روسترال اولفاكتوري لوب ايه؟ ممكن تورينا اللي حضرتك قلت عليها عشان انت كنت رافعه على عينيك؟ روسترال فورم لوب. عايزه ايه؟ اللي حضرتك قلته قلتي هنا عشان حضرتك كنت رافعه على عينيك. اولفاكتوري تراك تمام كده؟ في مثلث بنسميه اولفاكتوري ترايجون او روسترال بايري فورم لوب صح كده؟ طب ما دام في روسترال هلاقي في ايه؟ تو كودر اهو. كودا الباين فورم ايه؟ وادي الاوبتر اوبتيك نيرف اهو مش كده؟ كل ده، كل المثلث، كل المثلث مثلث شو اسمه؟ باين فورم. باين فورم يعني شبه الكمبيوتر. طيب يبقى في المثلث اللي تحت الثمانية ماشي بتاع الفاكتوري تراك بنسميه روسترال فاكتوري ايه؟ او الفاكتوري ترجمة او روسترال ايه؟ باين فورم ايه؟ لو مثلثين دول ماشي؟ دول الايه؟ الكودل الكبار دول. طيب وادي الاوبتيك نيرف اهو عامل كده اوبتيك كيازما اوبتيك ايه؟ تراك. تحتيهم في مين؟ في فتحه، الفتحه دي اسمها الانفانديبل. لما يحط الابره في الفتحه تبقى انفانديبل. لو حط لك الدبوس حوالين الفتحه اسمه تيوبر ساينيريا. تحت التيوبر ساينيريا في بقليله كده اسمها الماميلاري بادي. اسمها ايه؟ الماميلاري بادي ماشي. على جانبي الماميلاري بادي في جذعين كده اسمها سريبرال كراس او سريبرال بيدانك. كروره دي جمع خلاص كده. ما بينهم في حفره سميتها انتر كرورال فوسا او انتر بيدانكلر فوسا. سهله يبقى تو ايه؟ بيدانكلو. بعد كده هنزل تحت بلاقي مين؟ البونز. لا دي ارض يا مش نسبات يا ابني، دي البارير. الارض الارتيريال بارير
هو اصلا عندكم البوكس مين؟ ترايجيمينال اللي على جانبي البونز. تحت البونز في خط كده ترابيزويد بادي. ترابيزويد بادي. طب دول مين؟ مدلري بيرمن. راقدين على مين؟ على المدلر اوبلينج. تاني كده مش كده؟ تاني بونز في خط تحتيه اسمه ترابيزويد بادي. يا دكتور ابره بين ابره يا اما على البونز يا اما على الخط. اهو بص شايف المثال ماشي ده ترابيزويد بادي. معلش مركز باين عندك تريق التريق كل حاجه باينه. ممكن يا سنة مش مركزة هنا مركزة في البيت. بس باين هنا الرسمة على فكرة بتاع كتاب جميلة جدا. خلاص يبقى ايه ترابزويد ايش بادي. بعد كده دول المدلة ريبيراميدز دايمين على المدلة اوبلينجاتا. تمام. حتة النيرفات دي صعبة قوي يعني كبيره يجيب لك ايه الترايجيمينال او الاوبلينجاتا. ليه بقى؟ ليه؟ انا دلوقتي لو انا مسكت ده ابتيوسنس ده هيقعد معايا لغايه الامتحان؟ لا لا. اللي بيبقى شويه ممكن يقعد هو الترايجيمينال والاوبتيك. طبعا في رقم كام؟ 7 و8 الفيشيال اللي خارج من الترابيزويد بادي اللي تحتيه مين؟ 8 اللي هو الفيستيبل كوب. 7 و8 تمام كده؟ يبقى الاوبتيك نيرف اهو ده ترايجيمينال ماشي. ده رقم 6 ابديوسنت. 7 فيشيال. 8 اللي تحتيه سيبلي كوبي. باقي الباقي بقى اللي هم 9 تحت بقى ما جيش في الامتحان. لا الاوفاكتوري نيرف يا حبيبه قلبي بتيجي منين؟ ده السؤال اللي احنا بنساله في الشفوي. سوري يعني وانتوا يعني لو انا سالت الاوفاكتوري نيرف هيجي منين؟ بص سمعتي كانت ايه؟ لا كده هقول عليكي بيج دون من الشفوي. بتقولوا كده في الشفوي الفاكتوري نيرف جاي منين؟ الفاكتوري ميكوزا. من فين نزل فاندس؟ ماشي. الاوبتيك نيرف جاي منين؟ من ريتنا. لكن ده ريتنا. ريتنا هو بيعدي في انت بتتكلم على الفاكتوري. الفاكتوري جاي من النيزل من النوستر. جاي منين؟ من الفاندس اللي بيعدي من الكريبري فور. هو الفاكتوري. انا بقول الاوبتيك بقى من ريتنا يعني ده سنسوري جاي من الاورنجم رايح فين؟ السؤال ده في الشفوي جابوه كلكم غلط.